طيب، في هذه الحلقة الثالثة من دروس مادة الأنثروبولوجيا سنتطرق للنظرية التطورية. الأنثروبولوجيا كما ذكرنا في الحلقات السابقة علم من العلوم الإنسانية الذي يعنى بدراسة الإنسان باعتباره كائن ناطق له تقاليد وعادات ومعتقدات، وخلق تنظيمات ومؤسسات عبر تاريخه الطويل. هذا العلم بطبيعة الحال ذكرنا له منهج، والمنهج الشمولي التكاملي، وله موضوع هو هذا الذي ذكرنا، الذي هو يمكن إجماله في الثقافة، كل ما يصدر عن الإنسان من سلوكات وتصرفات ومواقف ومعتقدات، هذا هو موضوع الأنثروبولوجي. في تاريخ هذا العلم ظهرت مجموعة من النظريات، والنظرية هي تصور تجريدي به يمكن أن نفهم الواقع، أن نفهم الظواهر، أن نفسرها، أن نعرف كيفية سيرها، أن نعرف اتجاهها. وهنا اختلفت النظريات. ففي مجال الأنثروبولوجيا خلال القرن التاسع عشر الميلادي كان هناك في المجتمعات الغربية الأوروبية حراك عام، وهو ما عرف بالإنسية الأوروبية، الحركة الإنسية، حيث اعتبر الإنسان هو مركز الكون، وبالتالي هذا الإنسان أصبح موضوع للبحث بعد أن كان هناك بحث في الفلسفات حول الميتافيزيقا، حول ما وراء الطبيعة وحول حتى الطبيعة. الآن في القرن التاسع عشر صار تركيز كبير على الإنسان، وفي هذا الخضم، في هذا السياق الذي هو اهتمام بالإنسان وتواكب تطورات كبرى في المجال التكنولوجي وفي المجال الفكري وفي يعني ثورة الأنوار الأوروبية التي ظهرت آنذاك منذ قرون، كل هذا السياق العام وتنامي مد الدول الأوروبية نحو القارات الأخرى وبحثها عن أسواق وعن مستعمرات وعن يعني مواد أولية خام، في هذا الخضم ظهرت أيضا نظريات علمية، منها النظرية التي عرفت بالنظرية التطورية ليفوليسيونيزم. وهذه النظرية أصلها مثلا مع طروحات شارل داروين حول أصل تطور الأنواع، هي الاهتمام انتقل من دراسة الطبيعة، دراسة النباتات، الدراسات البيولوجية، إلى دراسة الإنسان. وهكذا هذه النظرية يعني سيطورها، سيتجلى في مساهمات مجموعة من العلماء في مجال الأنثروبولوجيا، منهم هنري مورغان. وهنا النظرية التطورية هي التي كانت تنظر إلى أن المجتمعات تنتقل من البسيط إلى المعقد، بمعنى أن البسيط هو مثلا المجتمعات البدائية، المجتمعات التقليدية، بينما المعقد هو المجتمعات المتحولة الصناعية المعاصرة. إذن هذه النظرية تتحدث عن انتقال المجتمعات من الدرجة صفر إلى الدرجة مثلا 90 أو 100، انتقال من البسيط إلى المعقد. ولذلك هذه تسمى أيضا النظرية الخطية، لأنها لا تؤمن بالطفرات وبالتحولات والقطائع، وإنما يعني تركز على الانتقال من البسيط إلى المعقد. ولذلك هذه النظرية كانت تتحدث عن اصطلاح les sédiments،
أو ليسير في فونس البقايا، تتحدث عن ليسير في فونس البقايا، أن في كل مجتمع هناك بقايا يجب أن نبحث عنها، وأنها هي أصل مثلا الأسرة لها أصل، والقبيلة لها أصل، والدولة لها أصل. ترى هذه النظرية أن هذه كلها المؤسسات داخل المجتمعات والظواهر ويعني المعتقدات والعلاقات الاجتماعية والتقاليد والعادات كلها لها أصول بسيطة، فانتقلت نحو التركيب ونحو التعقد مع الوقت. إذن أول ميزة لهذه النظرية هو أنها نظرية تؤمن بالتاريخ، العودة للتاريخ. فإذا نظرنا إلى الأنثروبولوجي الكلاسيكي الذي ذكرنا هنري مورغان، نلاحظ أنه وضع ثلاثة مراحل لتطور المجتمعات البشرية. يرى أن المجتمعات البشرية انتقلت من البسيط إلى المعقد، إذا انتقلت من ثلاث مراحل، هي المرحلة الوحشية، والمرحلة البربرية، ومرحلة الحضارة. يقول أن هناك ليتا سوفاج، أن المجتمعات البشرية مرت من مرحلة يمكن أن نلعتها بأنها نسميها مرحلة لا بربري أو مرحلة للسوفاج. أساساً للسوفاج، السوفاجيزم، والسوفاج الإنسان السوفاج هو الإنسان يمكن أن نترجمها المتوحش، والذي كان يعيش على القمص والالتقاط. إذن هذا هنري مورغان يقول أن البشرية بدأت أولى مراحلها هي المرحلة التوحش أو المرحلة الوحشية، تتميز بأن الإنسان فيها كان يعيش على أساس الالتقاط والقطف، بمعنى أنه يتناول طعامه من الطبيعة مباشرة، من ثمار الأشجار والنباتات والخضر يعني البرية والفواكه البرية وما حصل عليه من الطرائد بقوته الذاتي. إذن نحن بصدد مرحلة هي المرحلة الوحشية، وهذه المرحلة تتميز بأن المجتمعات لم تكن في شكل لا دول ولا قبائل، وإنما كانت تسمى ما يسميه لا هورد بريميتيف، أي جماعات. البشر كان في شكل جماعات صغيرة متنقل في الأرض لا مأوى له ما عدا الكهوف والمقارات. إذن معناه نحن في مجتمعات ليست فيها المنازل، وليست فيها وسائل النقل، ولا وسائل الطهي، ولا أي حاجة من الحاجيات التي سيرى هذا الباحث الأنثروبولوجي أنها ستأتي في مرحلة لاحقة. وبالتالي هذه مجتمعات متوحشة لأنها تفتقد للدولة، تفتقد للأسواق، تفتقد للمدينة، تفتقد للدين إلى غير ذلك. هذه مرحلة أولى. هنري مورغان يتحدث كذلك في المرحلة الثانية التي يسمها الباربري، مرحلة البربرية أو المجتمعات البربرية، ويرى أن هذه المرحلة تبتدئ في تاريخ البشرية مع اكتشاف الفخار، لما اكتشف الإنسان لا بوتري، لما أصبح الإنسان يطهن المعادن والطين ويصنع الأواني، بمعنى أنها مرحلة يعني اكتشف فيها الإنسان النار، المراحل التي اكتشف فيها الإنسان النار وأصبح يطهو طعامه. في المرحلة الوحشية لم يكن الإنسان يطهو طعامه، كان يأكل مباشرة من الطبيعة متوحش. في المرحلة الثانية هي المرحلة البربرية، هي مرحلة متقدمة نسبيا من تاريخ البشرية، تتميز بأن الإنسان اكتشف النار وصار يمارس الصيد والقمص
وأصبح يتجمع في شكل جماعات، جماعات بدائية. هذا هو ما ذكرناه في درس سابق بخصوص المجتمعات البدائية، وهي مجتمعات صغيرة عادة ما تكون بعيدة عن مناطق الحضارية في مناطق كثيرة من الأرض، والتي كان يسميها الأنثروبولوجيون بالمجتمعات البدائية، أي التي ليست فيها دولة وليست فيها مدينة ولا سلطة ولا يعني أسواق. ثم في المرحلة الثالثة يحدثنا هنري مورغان عن مرحلة الحضارة لا سيفيليزاسيون، ويرى مورغان أن هذه المرحلة تبتدئ مع الكتابة، لما أصبح الإنسان يمارس الكتابة والتدوين، وطور مخارج الحروف، طور الإنسان مخارج الحروف بمعنى ماذا؟ معناه أنه طور اللغة، لغة التواصل. إذن معناه أننا الآن في المرحلة الثالثة التي هي بداية الحضارة، والتي وصل وهو ما وصلت إليه هي بداية ما وصلت إليه البشرية اليوم، أي اكتشاف اللغة، تطوير اللغة واللسان، وأيضا اكتشاف الكتابة أساسا، اكتشاف الكتابة، لأنها كانت ثورة في تاريخ البشرية، أصبح الإنسان يدون. ومن ذلك يمكن العودة مثلا الآن لعلم الآثار، فنلاحظ ما تركه الإنسان من تدوينات على الجدران وفي المقارات وعلى الجبال في المناطق الصخرية، علم الآثار أو ما يسمى بالنقوش الصخرية التي تركتها الإنسانية في كثير من نواحي العالم. إذن هذه المرحلة هي مرحلة الحضارة، والتي بدأ الإنسان فيها يدخل إلى الأنساق، النظم، دخل نسق اللغة، نسق الكتابة، بدأت تتشكل التجمعات الأولى التي هي ليبورغ أو الدشر أو المدشر أو القرى، بداية التجمعات. إذن بدأت البشرية تتشكل في شكل تجمعات قرابية قائمة على أساس القرابة في مرحلة أولى. إذن هنا هنري مورغان يرى أن البشرية مرت من هذه المراحل الثلاث، وأنه من اللازم، رأي هنري مورغان في مجال النظرية التطورية، يرى أن المجتمعات تتطور كما قلنا من البسيط إلى المعقد، وأن جميع المجتمعات لا بد أن تمر من هذه المراحل الثلاث، مرحلة قلنا الوحشية، المرحلة البربرية، والمرحلة الحضارة. وانطلق مورغان من دراسات حول القرابة، ظاهرة القرابة لا بارونتي، القرابة بحرف القاف، روابط العلاقة، روابط العلاقات الاجتماعية القائمة على الدم والرضاعة والجوار، إذن علاقات القرابة. وانطلق من دراسة، ويركز على دراسة ألفاظ القرابة، ماذا تعني ألفاظ القرابة في فهم المجتمعات. يرى أن المجتمعات أيضا البشرية تطورت خاصة في مجال القرابة من البسيط إلى المعقد، انطلقت من الحالة المشاعية، المشاعية البدائية التي سيقول بها ماركس لاحقا، من نوع من العلاقات الجنسية المفتوحة في المجتمعات الوحشية والبربرية، إلى أن انتظم ونظم الزواج، أصبح الزواج منظم في عقود وفي علاقات مرسومة سلفا بين رجلين وامرأة، وينجم عن الزواج أوضاع قرابي. إذن هو يقول أن القرابة أوضاع، مثلا في الدارجة المغربية لما نقول حنة، ددة، لوسة، خالي، عمي، عمو، جدي، جدتي، هذه هي ألفاظ القرابة. وأن هذه ألفاظ القرابة لها دلالات، لها دلالات انطلاقا من المجتمعات الوحشية إلى المجتمعات البربرية إلى مجتمعات الحضارة،
إذا الغرابة حتى هي بالنسبة لهنري مورغان ستخضع لهذا النظام، وهو هذا الانتقال من البسيط إلى المعقد. المجتمعات انتقلت من علاقات أولية في القرابة، علاقات أولية بمعنى علاقات قائمة على الأخوة، الشقيق مع شقيقته وأبناء العمومة وعلاقات الرضاعة، انتقلت المجتمعات من هذه الوضعية إلى العلاقات التعاقدية في مجتمعات الحضارة. في مجتمعات الحضارة مثلا، في المجتمعات الحضارية اليوم في عصر العولمة، هذه العلاقات القرابية أصبحت تتراجع، أصبحت تتراجع العلاقات القرابية، العلاقات يعني الدموية ضيقة، كانت قائمة على الجوار وعلى العاطفة وعلى الأولوية لذوي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى كما في الديانة الإسلامية، إلى أن أصبحت اليوم العلاقات القرابية متراجعة لصالح علاقات تسمى اليوم العلاقات التعاقدية. اليوم الزواج مثلا لم يعد فقط علاقة عاطفية وحب وهيام، ولكن هو تعاقد مرسوم بالقانون ويحميه القانون. وفي العلاقات القرابية التقليدية كان الأب يمكن أن يضرب يعني ابنه ويضرب بنته ويؤدبهما ويفرض عليهما الزواج الذي يريد، بينما في المجتمعات الحضارية التي تحضرت أصبحت هناك نزعة فردانية، يعني انتقلنا من العلاقات الاجتماعية الحميمية القائمة على القرابة والتداخل ما بين الذوات إلى علاقة قائمة على الفردانية وعلى يعني الاختيارات الفردية التي لا تتدخل فيها العلاقات القرابية الأولية. إذن هنري مورغان يريد أن يقول لنا هنا بأن الأنثروبولوجي في دراسته للمجتمعات يجب أن ينظر إلى هذا التطور الحاصل في جميع المجتمعات. هذا هو رأي مورغان، وهو أن المجتمعات تنتقل من البساطة إلى التعقيد، من البساطة إلى المركب. هناك أيضا مساهمة أخرى دائما في مجال الأنثروبولوجيا التطورية، النظرية التطورية، ديال أنثروبولوجي آخر شهير هو إدوارد تايلر. إدوارد تايلر هذا أنثروبولوجي بريطاني الشهير ومشهور بشيء خاص، وهو التعريف الذي قدمه لمعنى الأنثروبولوجي، التي قال أنها يعني مفهوم الأنثروبولوجيا أنها علم تخصص وموضوعه هو الثقافة. إذن التعريف هو أساسا لمدلول الثقافة التي هي موضوع الأنثروبولوجيا، ويقول أن الثقافة هي كل الأفكار والتصورات والمعتقدات والعقائد والتقاليد والدين والرموز والأدوات التي تميز مجتمعا ما عن مجتمع آخر. إذن كل هذه الأشياء هي الثقافة. إذن الأنثروبولوجيا موضوعها بخلاصة هو ما يميز مجتمع ما عن مجتمع آخر. ولكن هؤلاء التطورين يرون أن هذه المجتمعات البشرية كما هنري موندرا من قبله هي مجتمعات تنتقل من حالة إلى حال، من حالة إلى حال، من وضع إلى وضع آخر. وبالتالي يتميز إدوارد تايلر بدراسته لظاهرة الدين، The religion، الدين، ما هو أصل الدين؟ تساءل يعني تايلر في إطار النظرية التطورية عن أصل الدين، لماذا يتدين الناس؟ وما هي أصل الدين؟ The religion في المجتمعات. هنا أتى بمصطلح هو الأنيميسم، الأنيميسم وهي الإحيائية. يقول أن أصل الدين هو الظاهرة الإحيائية، وهو أن المجتمعات القديمة، المجتمعات اللي سمها هنري مورغان بالوحشية أو البربرية، كانت حتى هي تعرف بالنسبة له الدين، ولكن الدين كان له طابع إحيائي. وهو أن المجتمعات التقليدية كانت تعتقد أن مثلا الشجرة لها روح، وأن بعض الحيوانات عندها روح،
وهذا هو المعتقد السائد عندنا في المغرب في العالم العربي، وهو أن نعتقد في الثقافة الشعبية أن الحيوانات كانت تتكلم وأن الأشجار كانت تتكلم، وهذا هو بالنسبة له هذا هو أصل الدين، وأن المجتمعات يعني لا بد أن يكون هناك شيء يحركها. لذلك هو تايلر كان يبحث عن الدين باعتباره دينامو، أن جميع المجتمعات عارفة الدين، ماشي فقط الديانات السماوية التي نعرف، يعني اليهودية والإسلام والمسيحية أو الكونفوشيوسية أو غير ذلك. هناك ديانات، هؤلاء الأنثروبولوجيين كانوا يقولون أن حتى المجتمعات الوحشية وحتى المجتمعات البدائية البربرية حتى هي كانت لها ديانة، كانت تعتقد في النجوم والكواكب والأنهار والعيون والآبار والأشجار وبعض الحيوانات. ويرون هذا هو الحديث عن البقايا التي قال بها من قبله هنري مورغان، وهو أن ما نجده اليوم في الحضارة اليوم من تقدير لشجرة مثلا الزيتون أو للنخلة أو للبقر أو للجمل أو لبعض الحيوانات المعينة هو بقايا لرواسب قديمة، حيث كان الإنسان يعبد يعني الكبش أو يعبد الكوكب أو النجوم أو الأنهار أو غير ذلك. لكن تايلر هنا يقول أن جميع المجتمعات تتطور من البسيط إلى المعقد، لكن هذه المجتمعات تختلف في درجة تطورها، تختلف في درجة تطورها، بمعنى أن لا تتطور أيضا بنفس الوتيرة. المجتمع مثلا في شمال إفريقيا بالنسبة لنظرية التطور لا يتطور بنفس الدرجة مثل المجتمع في أمريكا الشمالية وفي أستراليا. ومن هنا النظرية التطورية كان يلاحظ عليها وتنتقد بكونها نظرية ساندت الاستعمار، اعتبرت أن المجتمعات الغير أوروبية مجتمعات بسيطة ومتخلفة، وأن هذه المجتمعات لكي تتقدم عليها أن تخضع للبلدان الأوروبية والمجتمعات الثورة الصناعية، إذا معناه أنها ستكون خلفية من خلفيات الإيديولوجيا الاستعمارية، وستعتبر بعض التقاليد في بلداننا في الجنوب أنها بقايا النظام القديم وبقايا المجتمعات التقليدية والبدائية، وعلى أوروبا أن تستعمر هذه المجتمعات لتمر بها نحو مرحلة الحضارة. إذن الأنثرو يعني مع تايلر ومع مورغا يريان أن مهمة الأنثروبولوجيا من انطلاقا من النموذج التطورية هو أن إعادة بناء مسار البشري، إعادة بناء التاريخ البشري. يجب أن نبحث في السيديمو في البقايا، العودة للبقايا، وهذا أهم بالنسبة. هذه هو المساهمة الأساسية في النظرية التطورية، وهو أنها لفتت الانتباه واهتمت بجانب التاريخي في المجتمعات البشرية، واعتبرت أن الجانب التاريخي هام، والعودة له هي عودة في البحث عن البقايا، بقايا النظام القديم في المجتمع. ولذلك يرى بعض هؤلاء الأنثروبولوجيين التطوريون أن اللغة مثلا، لغتنا التي نتكلم بها فيها رواسب من الماضي، يمكن أن تكون اللغة متحفا إثنوغرافية فيها كلمات لم تعد موجودة اليوم، لما نقول أرجاز أو نقول الرحى أو نقول يعني المزود أو نقول الرابوس، هذه مصطلحات من لغتنا الدارجة اليومية التي يعني تطلق أسماء لأشياء لم تعد مستعملة في حياتنا اليومية، ولكنها هي تقريبا تحفة توجد في اللغة. من هنا يقول هؤلاء الأنثروبولوجيين التطوريين أنه يمكن أن ندرس ماضينا من خلال هذه البقايا الموجودة اليوم، إما في اللغة وإما في بعض العادات والتقاليد التي لا تزال تمارس، أو في بعض النقوش والرسوم الصخرية.
إذن أهم مساهمة للنظرية التطورية هو لفت الانتباه إلى التاريخ والاهتمام بتطور المجتمعات وأهمية التاريخ في الظاهرة الاجتماعية، رغم أنها انتقدت بكونها نظرية ذات طابع ميكانيكي، تقول أن المجتمعات لا بد بالضرورة أن تمر من البسيط إلى المعقد، وهذه مؤاخذة رغم مساهمات هامة للنظرية التطورية، وهو أنها نبهت إلى دور القرابة ونبهت إلى أهمية التطور والنمو في المجتمعات وبالتالي التغير الاجتماعي، ونبهت أيضا إلى الاختلاف الثقافي، أن هذه النظرية تقول أن المجتمعات لا تتطور بنفس الوتيرة، المجتمعات في أمريكا اللاتينية لا تتطور بنفس الوتيرة التي تتطور بها المجتمعات في البحر الأبيض المتوسط أو في جنوب إفريقيا، وهذه وقد يعني قدمت الكثير من الدراسات والأبحاث وكتبت الكثير من الكتب في إطار هذا المنظور التطوري للمجتمعات، خاصة في فترة الاستعمار الفرنسي والإنجليزي سواء في إفريقيا أو في أستراليا، حيث قدمت الكثير من الدراسات التي عرفت مثلا بالدراسات الكولونيالية. إذن الكثير من الدراسات الكولونيالية يعني تحضر فيه هذه النظرية التطورية التي كانت تؤمن بانتقال المجتمعات من البسيط إلى المعقد، وأن المجتمعات يعني اليوم هي مجتمعات توجد فيها رواسب، يجب البحث فيها عن أصل المجتمع، عن أصل المؤسسات، عن أصل الأسرة، عن أصل الدين والتدين، عن أصل العادات والتقاليد. وبالتالي النظرية التطورية تقدم مساهمة يظهر لي أنها مهمة في فهم الأنثروبولوجيا، باعتبار أن موضوع الأنثروبولوجيا هو الثقافة، والثقافة بطبيعة الحال هي كائن حي وهي شيء يتطور. إذن بالنسبة للنظرية التطورية، هذه الثقافة التي هي موضوع الأنثروبولوجيا هي تنتقل من البسيط إلى المركب. إذن المجتمعات التقليدية كانت تسمى بالوحشية أو البدائية أو البربرية هي مجتمعات بسيطة وبالتالي ثقافتها بسيطة. إذن الروابط الاجتماعية المؤسسات لم تكن ناضجة بدرجة كبير، وهنا تحدثنا النظرية التطورية أنه مع الزمن تتطور المؤسسات وتتطور العلاقات وتتطور حتى الأدوات وتقنيات وآليات المجتمعات، وبالتالي مرحلة الحضارة هي مرحلة من زيادة في التراكم ومن زيادة في التركيب الثقافي للمجتمعات. وهنا النظرية التطورية مدت النظريات اللاحقة سواء في الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية أو في النظرية البنيوية أو الوظيفية، ستمدها بعناصر مهمة ستساهم في تطوير آرائها وتصوراتها وفهمها للمجتمعات البشرية.